السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد الغريبه وغنشارك معكم اخواتاتي شي حاجه اللي بسيطه وزوينه وتجي رائعه، شيشه وزوينه نفكركم فيها من زمان. هاد الغريبه ما كناش تخطى من الحوانت نمشيو نشريوها وناكلوها، كانت زوينه وكتعجبنا. اليوم حنا ولينا نصايبوها في الديور، شي حاجه اللي زوينه وتصابيها على يديك وريحتها في الدار تبقى زوينه، شي حاجه اللي غزاله ان شاء الله. نتمنى يا ربي تعجبكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وركوا على وركوا على الجرس وديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. تنشكركم اخواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب كاع اللي تيخليو لي التعليقات الزوينين واللي تيدعموني واللي تيشاركوني، وشكرا لكم كثيرا. بسم الله على بركه الله، ندوزوا المقادير وتشوفوا الطريقه ان شاء الله. نتوما بنقطع لكم، شوفوا كي دايره اخواتاتي، شي حاجه اللي زوينه وهشيشه وغزاله فنه، والمذاق اللي غيحكم. جربتوها اخواتاتي راه غتعجبكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، بسم الله على بركه الله اخواتاتي. اللي ما غنعطيكم واحد الغريبه ساهله ماهله ودغيا توجد ان شاء الله شي حاجه اللي البنات اللي ما كتنجحش لهم هاد الغريبه اللي جربتها راه غتنجح لكم ان شاء الله. تجي مسقه وتجي زوينه. واحد الاخت طلبت مني وغنلبي لها الرغبه ديالها ان شاء الله. هانتوما تابعوني اخواتاتي وغتشوفو ان شاء الله. عندي هاد الثلاثة ديال الصفار بلاصي ودقيقة على حسب الخليط كيما غتشوفو. عندي كاس زبدة وكاس زيت، عندي ثلاثة عواص ديال الزنجلان اللي حمرتو شوية، وعندي هاد الخمارة ديال الحلوى غندير خمارة، وهاد الفانيلا مكاينش نخدمو تنو بشي حاجة أخرى كتعجبكم نخدمو بيها. بسم الله جنجلان، ثلاثة العواصق ديال جنجلان، كاس الزيت، كاس الزبدة، زوين اخواتاتي وغتنجح معاكم هاد البهلة هادي ان شاء الله. درت كاس الزبدة وكاس الزيت ودوك ثلاث عواشق ديال الجنجلان والفانيا، وانا غندير هاد السلافة ديال السكر كلاصي. بسم الله ساهلة ودغيا توجد معاكم اخواتاتي ان شاء الله شي حاجة اللي زوينة. البنات اللي ما تتنجحش اليوم غادي تنجح اليوم هاد البهله، اللي جربوها الطريقه ان شاء الله وطبقوها راه غادي تنجح معاهم مزيان. دقيق انا غادي نعبر لكم بالزلافه ونشوف باش نعطيكم العبار مضبوط ان شاء الله. غندير كاس كيس ديال الخميره، هاد السلافه نزيدها النص ديالها تنشوف، واحد شويه الملح اخواتاتي سمحوا لي شويه شويه الملح. ما تكونش قاسحه، تكون جاريه ما تكون قاسحه. شفتوا اخواتاتي هاد المقادير، هزت ليا زلافه ونص ديال الدقيق. هاي شفتوا انا نبقى نلعب فيها بحال هكا تتجمع ان شاء الله. بقيت نمعك فيها حتى تجمع، حتى هي جمعتها ونخليها واحد 10 دقائق بلا نظفت هذا المكان وجبدت اللاطه ونرجع ان شاء الله نشكلها. تشوفوا ان شاء الله الشكل ديالها. ها انتم اخواتاتي خليتها ارتاحت، قلت لكم هذيك 10 دقائق ما نوركوا عليها، ما نخليوها بحال هكا واقفه. ها انتم شفتوا انا شكلتها بثلاثه، واللاطا رشيتها بشويه الدقيق اللي عنده ورق الزبده يديرو، اللي ما عندوش يدير داك شويه الدقيق في اللاطا وراه ما تلصق ليه ما والو. حالة الشكل بحال كتشكل ان شاء الله، راه غتنجح لكم هاد البهله ان شاء الله الا طبقتوا هاد الطريقه ان شاء الله، راه غادي تنجح معاكم اخواتاتي.
تنشكركم، تنشكر التبوع ديالكم، الاعجاب ديالكم. بسم الله. ودغيا دغيا 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 توجد لكم، واخا ديروا عا في الليل، واخا تكونوا طيبوا في الخبز، واخا يعلمكم الضياف يقول لكم احنا جايين دغيا تخلطوا دغيا. شي حاجه اللي ساهله، وهاد البهله راه من زمان عزيزه ومحبوبه عند عند الجميع. انا خواتي تسالي التشكيل ديالها، شفتوها بحال هكا، وغندخلها الفران ومن نطيب نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، هادي هي غريبة ديالنا مني خرجناها، البهلة طابت وخرجتها من الفران. شوفوا الشكل ديالها كيفاش تيجي. هانتوما خواتاتي، راه بسيطة وزوينة وساهلة ودغيا ان شاء الله، واقتصادية، شي حاجة بنينة وزوينة ان شاء الله. نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وبالسلامة عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.